نستعرض معاكم أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر. هنبدأ معاكم كالعادة من محافظة القاهرة، وتعالوا نروح لكوبري أكتوبر اللي بيشهد في الوقت الحالي بعض الكثافات المرورية. شارع رمسيس بيشهد كثافات مرورية هتبدأ تقل تدريجيا لحد ما نوصل لغمرة. كوبري 15 مايو المتجه إلى المهندسين عليه كثافات مرورية. شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر بيشهد سيولة مرورية لحد منطقة الزاوية الحمراء، في كمان كثافات نسبية عند الويلي ولحد كوبري الساحل والأميرية والكورنيش من المظلات إلى وسط البلد، في كمان كثافات مرورية بسيطة ومتقطعة. لكن المتجه إلى المؤسسة ففي سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات عند المظلات. نروح معاكم محافظة الجيزة، وبالتحديدا من شارع الهرم اللي بيشهد كثافات مرورية، والكثافات دي بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية. كمان باقي شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ في حركة السيارات، في كثافات للمتجه إلى كوبري الجيزة المعدني. في شارع فيصل في كثافات مرورية بتبدأ من محطة المليوطية ومكملة لحد كوبري فيصل. نروح طريق المحور القادم من أكتوبر، في كثافات مرورية قبل الدائري وبتستمر لحد أو لغاية سلم أرض اللواء، وبعدين في سيولة مرورية. شوارع المهندسين كمان فيها سيولة مرورية حتى كوبري 15 مايو، أما المتجه إلى أكتوبر ففي أيضا سيولة مرورية. نروح معاكم لعروس البحر الأبيض المتوسط الأسكندرية، وفي كثافات مرورية عند كوبري ستانلي، وعلى طول الكورنيش في كثافات متفاوتة عند الإشارات بطول الكورنيش، أما باقي الشوارع الجانبية ففيها سيولة مرورية لكن نسبية. شارع جمال عبد الناصر في كثافات مرورية عند تقاطعه مع محور محمد نجيب، ونفس الأمر في شارع عبد السلام عارف اللي بيشهد كثافات مرورية لكنها متحركة. ومكملين جولتنا ونروح أسوان، وهنبدأ من شارع السادات لحد ما نوصل لمنطقة المسلة واللي بيشهد سيولة مرورية على طول الشارع. هنلاحظ كمان ان في كثافات مرورية بسيطة لحد ما نوصل لمحطة القطار اللي بيشهد الطريق حواليها كثافات مرورية. في ايضا كثافات اخرى في شارع الحدادين وشارع الامام الشافعي والطريق المؤدي الى مستشفى اسوان الجامعي في بعض الكثافات المرورية. ومن جولتنا في شوارع مصر المختلفة، تعالوا دلوقتي نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة في ارتفاع في درجات الحرارة، والطقس هيكون شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، في نشاط رياح على بعض المناطق قد تكون مثيرة للمال والأتربة على المناطق المكشوفة بجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 39، أعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 45، وأقل درجة حرارة في رفح 30 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شويه.